السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأحباتي في الله ومتابعي قناة إلكترو المصطفى. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد، ولا تنسونا من دعائكم. موضوعنا اليوم يعني على هذا الترانزستور اللعين. لماذا أقول له اللعين؟ عندما أقول له اللعين، من لديه احتكاك مع هذا أنواع الترانزستور سوف يعرف ماذا أقول. هذا الترانزستور BE808DFE موروكو يوجد كثيرا في أجهزة واتسون وماكسويل. يعني هذا الترانزستور اللعين العديد من المبتدئين وحتى بعض المحترفين لا يعرفون قياس هذا الترانزستور، وحتى البدائل لهذا الترانزستور قليلة جدا، وحتى ولو وجدت يعني بديل لي يمكن أن يحترق بعد 5 دقائق. يعني هذا الترانزستور، لهذا أقول له ترانزستور اللعين. هنا هذا الرجل باص، الرجل الوسط إميتور، الرجل الثالث كوليكتور. قياس هذا الترانزستور له يعني قياس خاص. عندما تقوم بقياس هذا الترانزستور تضع الخيط يعني الأسود على الرجل الأوسط وعلى هذا الرجل بصل، يجب أن تجد على الأقل 340 أو 360. مثلا إذا تجد مكان 360 تجد 260 أو 120، يعني أقل من 300 بكثير، مثلا 240 200 160 180. يعني هذا الترانزستور تاليف حتى ولو لو يوجد فيه الجرس. وهذا الرجل أيضا كوليكتور، نضع المؤشر الأسود على الرجل الأوسط وعلى والأحمر على هذا الرجل. يجب أيضا أن نجد على الأقل 340. إذا وجدنا مثلا أقل من 340 كما قلت سابقا، يعني هذا الترانزستور تاليف يجب تغييره. مثلا وجدنا 200 أو 160 أو 300 أو 260، يعني هذا الترانزستور تاليف. وعندما نقوم بقياس الرجلين معا يجب أن نجد 260، أن نجد 260، ألا تكون أقل كثيرا. يعني عندما نقوم بقياس هذه الرجلين يجب أن نجد 360، ونقوم بقياس هذه الرجلين نجد 340. عندما نقوم بقياس هذه الرجلين باص كوليكتور يجب أن نجد 260. على هذا الشكل أن العديد يجد مشكل في القياس. عندما يقوم بالقياس مثلا يجد هنا 240، هنا يجد 300 أو 160، ويقوم بقياس الرجلين مكان 260 يجد مثلا 150 أو أكثر قليلا، يقول بأن الترانزستور سليم، ومع ذلك أن الترانزستور تاليف.
لأن ليس كالترانزستورات الأخرى، عندما تجد يعني القراءة ولا يوجد الجرس يعني الترانزستور سالم، ولكن هذا الترانزستور ب 808 دي اف اي له قياس خاص، يجب أن تعرف طريقة قياسه. ونقطة أخرى، عندما تقوم بتغيير هذا الترانزستور ب 808 دي اف اي، ضروري أن تغير مكتف صغير، تقريبا يوجد فيه 63 فولت 10 ميكرو فاراد. والبدائل لهذا الترانزستور يوجد هذا سي 5388، يعني تقريبا يقوم بنفس عمل هذا الترانزستور ولو أنه أقل منه قليلا. وهذا أيضا يشتغل مكانه، ولكن يجب أن تقوم ببعض التعديلات لكي يشتغل مدة طويلة. أن تضع الديود ومقاومة. سوف أقوم بالقياسات الآن. الآن لدينا هذا الترانزستور، هو سوف نقوم بقياسه. موروكو ب808 دي اف اي، ولدينا هذا البديل الخاص به سي 5388. سوف نقوم بقياسه، نضع على الرجل الوسط ونقوم بقياس. هنا يعطي 220 عوض أن يعطي 340 وما فوق، هنا يعطي 354. نقوم بقياس هذا الرجلين، هنا يعطي 193، يعني هذا تاليف، يجب أن يكون هنا 340 على الأقل، يعني هذا الترانزستور تاليف. ولكن البعض الذي لا يعرف طريقة قياسه سوف يقول أن هذا الترانزستور سالم، ولكن هذا الترانزستور تاليف. سوف نقوم بقياس هذا الترانزستور أيضا، هنا يوجد الجرس يعني تاليف، هنا توجد قراءة، هنا أيضا توجد قراءة قليلة يعني 58-60. هنا يوجد هذا الترانزستور في هذا الشاسي شغال، هو ب808 دي اف اي، هذا الترانزستور سالم. سوف اقوم بقياسه لكي تعرفوا ماذا اقول. ها هو الترانزستور، ها الرجل الوسط، سوف أضع هذا على الرجل الوسط. تلاحظون هنا توجد 332 يعني 340، لأن الترانزستور لو قمنا بنزع الترانزستور سوف نجد 340-350، ولكن عندما قمنا بالقياس على الشاسي تنقص قليلا، ولكن ألا تكون أقل من 280. يعني هنا أيضا توجد 360. سوف أشرح لكم أيضا على هذا الترانزستور ما هو لكي تفهموا. هنا 217، هنا 333-34، يعني يوجد فرق 110 تقريبا. هذا كل شيء، أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.